ولعل بعضكم يذكر اليهودي الذي مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فقال السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا محمد، فقالت عائشة عليك السلام واللعنة. السلام ما هو؟ الموت. هي رضي الله عنها زادت على ما دعا به اليهودي. اليهودي دعا على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، وهي دعت عليه بالموت واللعنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة عليك بالرفق، فإن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. وهذا شيء مشاهد ومجرب. ولذلك أحث إخواننا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، أحثهم على الرفق مع عدم تفويت الفرصة على المخالف. يعني لست حينما أدعو إلى الرفق أقول أترك الناس ومنكراتهم، لا، لكني أقول انهوا الناس عن المنكر على سبيل الرفق. والله موفق.